يوجد ملايين المبرمجين في العالم، ولكن قليلا منهم من سيخلدهم التاريخ. ربما ستسمع عن أغلبهم لأول مرة في حياتك، ولكنك لن تستطيع إنكار تأثيرهم الكبير عليك وعلى كل الناس من حولك. معكم رحال من مجتمع بايثون العربي. في هذه الحلقة سنتكلم عن 12 شخصا غيروا مستقبل البشرية باستخدام أكوادهم فقط. لا أريد الإطالة عليكم، لهذا السبب سنبدأ بآخر شخص في القائمة. في المرتبة 12، ساتوشي ناكاموتو. هو مبرمج غامض ومجهول الهوية، ينسب إليه الفضل في ابتكار وكتابة بروتوكول البيتكوين سنة 2008، وهي أول عملة مشفرة في العالم. كما ينسب إليه الفضل في إنشاء أول قاعدة بيانات عالمية على البلوكتشين. ساتوشي يتخذ الحيطة والحذر ولا يكشف عن أي شيء يمكن أن يقود إلى شخصيته الحقيقية. وآخر شيء سمعه الناس عنه هو عندما قال أنه انتقل ليهتم بأشياء أخرى سنة 2010، وتقدر ثروته اليوم بأكثر من مليار دولار. رغم كل الشائعات التي تم تنقلها عن هويته، إلا أنه لا يوجد أي شيء موثوق إلى هذه اللحظة. ومن الأشياء الطريفة، سنة 2017 إعلان دونالد ترامب عبر حسابه في تويتر أنه هو ساتوشي ناكاموتو، يتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل. فما هي توقعاتكم لهوة هذا الشخص؟ وهل عندكم توقع محدد؟ شاركونا رأيكم عبر التعليقات. في المرتبة رقم 11، بريندن آيخ. بريندن آيخ مبرمج أمريكي من أصول ألمانية، ابتكر لغة جافا سكريبت سنة 1995 وصممها في 10 أيام فقط. بريندن يعتبر صاحب الفضل الكبير في التقدم الذي وصلت إليه صفحات الويب اليوم، وهو أيضا المدير التنفيذي لمؤسسة موزيلا وأحد أكبر الداعمين لحركة البرمجيات الحرة. براندن يعتبر من أكثر المبرمجين كفاءة وتنظيما، ولغة الجافا سكريبت هي اللغة الأولى في العالم من حيث الشعبية والاستخدام في الأنترنت. في المرتبة 10، غايدو فان روسوم. فان روسوم هو مبتكر لغة بايثون وواحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في فلسفة لغات البرمجة الحديثة، حيث أنه كان من بين أول وأكبر المساهمين في تبسيط عملية البرمجة وتنظيم الشفرة. وتعتبر بايثون من أعظم المساهمات المفتوحة المصدر، بالإضافة إلى أنها ألهمت جيلا كبيرا من لغات البرمجة التي جاءت بعدها. شاهد الفيديو السابق لتعرف المزيد عن هذا الشخص وهذه اللغة. في المرتبة 9، جيمس غوزلين. مبرمج كندي وعالم كمبيوتر نسب إليه الفضل في تطوير لغات البرمجة جافا سنة 1994، وأيضا هو من قام بإنشاء التخطيط الأصلي للغة والمترجم، وأنشأ الآلة الافتراضية جافا JVM Virtual Machine. وهذه اللغة اليوم يدعمها أكثر من مليار جهاز عبر العالم. في سنة 2007 حصل غوزلين على وسام Order of Canada، وهو أعلى وسام مدني في كندا. في المرتبة 8، بيارن ستروستروب. مبرمج وعالم كمبيوتر دنماركي من مواليد سنة 1950، هو مخترع C++ وأب لغة البرمجة المشهورة التي كانت وراء الكثير من التطور التقني الحاصل في العالم، لدرجة أنه لا يكاد يخلو أي حاسوب أو أي هاتف محمول من نظام أو برنامج مصمم بتلك اللغة، سواء بشكل كامل أو جزئي. كما أن هذه اللغة أثرت بشكل كبير في لغات أخرى مثل جافا، C# وفورتران. بيارن أيضا يعتبر واحدا من أفضل المؤلفين في علم الكمبيوتر ومن أفضل المنظرين لهذا العلم. في المرتبة 7، تيم برنرز-لي. عالم الحاسب البريطاني والمبرمج الذي ابتكر شبكة الويب العالمية التي جعلته من أهم علماء العصر الحديث ومن بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في القرن العشرين، إضافة لكونه مهندس برمجيات مرموق لاختراعه أول متصفح ومحرر لهذه الشبكة التي غيرت التواصل ومفاهيم التكنولوجيا. يعتبر تيم من أشد المؤيدين في العالم لحرية الانترنت ومن أكبر المعارضين للتجسس الحكومي على المواطنين. توج بالعديد من الجوائز، أهمها جائزة الألفية للتكنولوجيا سنة 2004. في المرتبة 6، دونالد كانوت. دونالد كانوت يعتبر الأب الروحي لعلم تحليل الخوارزميات، حيث ساهم في تطوير وتنظيم أساليب رياضية رسمية لتحليل التعقيد الحسابي للخوارزميات، كما أنه مؤلف الكتاب الشهير فن برمجة الحاسوب، والذي يغطي بشمول استخدام الخوارزميات المختلفة في البرمجة. في المرتبة 5، كونراد سوز. كونراد سوز هو مهندس ألماني ورائد في علوم الكمبيوتر،
أكبر إنجازاته كان اختراع أول آلة حاسوبية قابلة للبرمجة وتعمل بشكل تلقائي كامل في سنة 1941، كما أنه ابتكر أول لغة برمجة عالية المستوى وقريبة للغة البشر، وهي لغة بلانك كالكول التي كانت مخصصة للأغراض الهندسية. حصلت سوز على العديد من الجوائز في تطوير الكمبيوتر، وتقاعد في آخر عمره لمزاولة الرسم، وتوفي سنة 95. في المرتبة الرابعة كين تومسون، أحد علماء الحاسب البارزين الذين يرجع لهم الفضل الكبير في تطوير نظام يونكس وكتابة لغة البرمجة بي التي تطورت إلى لغة السي فيما بعد. عمل تومسون في مختبرات بيل مع دينيس ريتشي وساعده على تطوير لغة سي، وعمل الاثنان على تطوير نواة اليونكس. في سنة 1983 حصل كين تومسون مناصفة مع دينيس ريتشي على جائزة تورينج تقديرا لجهودهم في تطوير نظرية أنظمة التشغيل ونظام تشغيل اليونكس على وجه الخصوص. في المرتبة الثالثة دينيس ريتشي. دينيس ريتشي الأب الروحي للتكنولوجيا المعاصرة، مؤسس لغة سي التي تم بناء معظم لغات البرمجة الموجودة اليوم باستخدامها، ولغة السي موجودة بشكل أو بآخر في كل أنظمة التشغيل المعاصرة من لينكس حتى الويندوز والآي أو إس والأندرويد. دينيس كان شريكا للعالم الكبير كين تومسون في تأسيس نواة نظام اليونكس. للأسف تم استغلال إنجازاته دون تعويضه ماديا ولا معنويا بالشكل الكافي، والمؤسف أكثر هو وفاته سنة 2011 في نفس الأسبوع الذي توفي فيه ستيف جوبز، ولكن رحيله لم يحظى بتغطية إعلامية محترمة. What we wanted to preserve was not just a good programming environment in which to do programming, but a system around which a community could form. في المرتبة الثانية آلان تورينج. آلان تورينج عالم رياضيات إنجليزي يعتبر مجموعة من المواهب المتحركة، فهو عالم رياضيات وعالم كمبيوتر وعالم المنطق وفيلسوف ومتخصص في فك الشفرات العسكرية، وقد أرسى في وقت مبكر قواعد الخوارزميات المستخدمة في الكمبيوتر اليوم، بل واخترع آلة أطلق عليها اسم آلة تورينج، والتي يمكن اعتبارها نموذجا للكمبيوتر العام للاستخدامات. ومن المعروف على نطاق واسع أن أوراقه العلمية قد شكلت الأساس للبحث في موضوع الذكاء الاصطناعي في عام 1954. انتحر تورينج قبل عيد ميلاده 42 عن طريق تناول تفاحة مغموسة بالسيانيد، ولكن كان هناك روايات رجحت بأن موته كان نتيجة حادث تسمم. واليوم تعتبر جائزة تورينج هي أرقى جائزة يستطيع أي عالم كمبيوتر في العالم الحصول عليها. في سنة 2014 تم إخراج فيلم يحكي قصة حياته تحت عنوان The Imitation Game. والآن وصلنا إلى أعظم مبرمج في التاريخ. في المرتبة الأولى، نعم إنها امرأة وتدعى إيدا لوفلايس. بعد أن وضع بابيج البنية الأساسية للكمبيوتر الميكانيكي سنة 1841، جاءت تلميذته الكاتبة وعالمة الرياضيات إيدا لوفلايس بفكرة ثورية مفادها أن قدرات هذه الآلة وإمكانياتها تتجاوز العد والحساب إلى حل المشاكل وتنفيذ الخوارزميات. كتبت إيدا مجموعة من الملاحظات التفصيلية التي عرضت فيها أول خوارزميات مصممة ليتم تنفيذها بواسطة الآلة، والتي تعتبر أول برنامج حاسوب في التاريخ، حيث كان الغرض منها حساب أعداد برنولي. إيدا لوفلايس لا تعتبر أول مبرمجة حاسوب في التاريخ لأنها كتبت أول برنامج سوفتوير، بل لأنها كانت الوحيدة التي آمنت في القرن التاسع عشر بأن الآلات يمكنها أن تنفذ أوامر مفصلة، ووضعت مجموعة من الأسس والمبادئ لذلك، ولهذا السبب تعتبر أعظم مبرمجة في التاريخ. في الأخير نعلم بأننا وبغير قصد نسينا أن نذكر الكثير من الأسماء الأخرى، ولكننا نثق بأنكم ربما ستذكروننا بها في التعليقات. نحن نرد ونتفاعل مع كل تعليقاتكم، فلا تترددوا. للمزيد من المعلومات ننصحكم بقراءة مقال القصة المذهلة لأول لغة برمجة في التاريخ على مدونة بايثونيشن، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. قبل أن أودعكم المرجو دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصحابكم، وشكرا.